سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا العم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم برافو توأم هادو توأم يلا مين توأم يلا أعطي هادي أعطي هادي يلا وش هاي هاي بدأت تبكي ها تحكميها ايه يلا هذه الشطره هذه الاخرى ماشي شطره يا اخي الله يبارك الله يبارك ربي يحفظهم ان شاء الله على بالي باللي غنينا على سلك الشرطه الامن الوطني وخففوا الزحام وحاربوا الاجرام وساعدوا الاطفال شرطي والمرور واش رايكم دروك نديروا تقدير لرجل الحمايه المدنيه يا اخي احبائي رجل الحمايه المدنيه شجاع مقدام وين تسيب انت انسان يدخل بيت ولا دار فيها النار باش يسلكك ويسلك الناس احبائي تحيه تقدير واجلال لرجل الحمايه المدنيه رجل اطفاء عمو يزيد يقول في الاغنيه ما اروع رجل الاطفاء ينطلق فورا انذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار برافو ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار يلا تغنوا كمل معايا تحية تقدير وإجلال لرجل الحماية المدنية رجل الإطفاء يلا ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء في يده خرطوم الماء
يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء، يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء، يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار، تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. برافو، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. أحبائي، على بالكم كاين بعض الأعمال الشاقة، بعض الأعمال للإنسان لما يبدأ يخدم في هذا العمل هذا لازم تكون عنده شخصية خاصة، مساعدة الغير، يعني يحب الخير للناس ويحب يساعد الناس. كاين إنسان عمو يزيد يحبه بزاف، شكون اللي ينظف؟ واسمو؟ عامل؟ عامل نظافة. برافو أحبائي، عامل النظافة، عامل النظافة شخص مهم جدا 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 في المجتمع. خادم القوم، خادم القوم سيدهم. أحبائي، الإنسان اللي عنده عمل شاق، الإنسان اللي يكون العمل تاعه خدمة للمواطن، خدمة للآخر، لازم نحترموه، لازم نقدروه. هذه الأغنية هدية لعمي مصطفى عامل النظافة، قل فيها عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة دوما تتعب دوما وتخاطر وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، عمي عمي يا مصطفى، ومن بعد تنهض في تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو، هكذا. برافو. إذن أحبائي، عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. هذا واش تقولوا أنتم؟ سهلة؟ يلا تغنوا معايا. عمي عمي مصطفى كاملة. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر، عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر، تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو، دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد، تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو، دهرك يمضي إبكارا فيه
عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر يا أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر مقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر برافو 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 إذن أحبائي عامل النظافة نكن له كل الاحترام يا أخي أحبائي أحبائي شكون يقدر يقول لي ولاية ميلا الجميلة أصبحت ولاية رقم 43 في سنة 1984 برافو في سنة 1984 هذه الولاية الجميلة هذه الولاية الجميلة شكون يقدر يقول لي ما هي الولايات التي تحد ولاية ميلا وما هو عددها ما هي الولايات التي تحد ولاية ميلا وما هو عددها شكون يقدر يقول لي وراء الميكرو شكون دوك تجيكم تاتا فيفي تاتا فيفي شوف لنا شكون شكون اللي يعرف تعرف تعرف عدد الولايات وتسميهم هنا اعطي له الميكرو واسمك ولدي واسمك محمد انور واسمك محمد انور محمد انور شحال في عمرك محمد انور 12 سنة الله يبارك شاطر في الدراسة لعب الله يبارك ما هو عدد الولايات التي تحد ولاية ميلا؟ 5 لا لا شوفي الشطرة هذه لا لا هذه 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 راح انت تقول لها هذه راح انت تقول لها وكيف نبيعوا الماتش ولا كيف اعطي الشطرة هذه تعرفي شكون اللي يعرف يلا يلا خلوها تبان خلوها تبان
5. لا لا هذا من قالوا 5 قلت لهم لا لا. اعطيني الميكرو اعطيني الميكرو. محاولة واحدة فقط. اعطيني الشطرة هذيك. يلا ابعثوا الميكرو للشطرة هذيك. واسمك بنتي؟ لينا. لينا. واسمك بنتي؟ لينا. لينا شحال في عمرك لينا؟ 11 سنة. 11 سنة شاطرة في الدراسة؟ نعم. كم هو عدد الولايات التي تحد ولاية ميلا؟ 3. لا لا بنتي لا لا صغرتي. ولاية ميلا تحدها 3، ولاية كبيرة كميلة. شكون؟ يلا عطوا الميكرو لهذي. عطوا لها الميكرو. واسمك بنتي؟ إيمان. 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 إيمان بنتي شحال في عمرك؟ 11 يوم؟ نسنا شحال؟ 11 سنة. آه 11 سنة حدث في هذا اليوم؟ آه 11 ماشي 11. معليش بنتي نضحكوا برك. إذا بنتي 11 سنة شاطرة في الدراسة؟ نعم. كم من ولاية تحد ولاية ميلا؟ 6. 6 برافو. تقدري تقولي لهم منها؟ ما هي؟ يلا قربي الميكرو. ما تعرفي حتى وحده؟ قربي الميكرو هكذا. ما هي؟ ما عرفتش حتى ولايه؟ واش بيها؟ تعرفي؟ راحوا لك. عطوا الميكرو للشابة هذيك. عطوا لها الميكرو. يلا بصح ما تقول لهاش باسكو نعاود نطلعها تعاودهم لي صح هاني نشوف فيك ما تقول لهاش. زوجة ولايات. واسمك بنتي؟ زوجة ولايات. واسمك؟ هديل. هديل شحال في عمرك هديل؟ 11 سنة. 11 سنة الله يبارك. باباك هذا تحبيه؟ تحبيه بزاف. تحبي ماما ولا بابا أكثر؟ في زوج. في زوج. خايفة خايفة تقولي بابا؟ الله يبارك الله يبارك بنتي ربي يحفظهم لك إن شاء الله وربي يحفظك إن شاء الله. كم من ولاية تحد ولاية ميلا؟ 6 ولايات. 6 ولايات برافو. ما هي؟ سطيف، سنطينة، أم البواقي، جيجل، جيجل، سكيكدا و بجاية. غلطة. باتنا. 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 تعالي تعالي أعطي له الميكرو. أوه وش راكي بنتي؟ وش حبيتي تقولي لهم؟ يا ليلي وش تقولي لهم؟ كيف فرحانة؟ ها الله يبارك. هيا قعدي مع مويا زيد. تعالي تعالي. معليش يلا أروحي. وش وليدي؟ خلاص جاوبت على السؤال جاوبت. وراي الشطرة هذه. أوكي كيفاش نطلعوك؟ طلعوك هكذا برك. وش البنت؟ كنتي عارفة الجواب؟ كنتي عارفته؟ واش راكي حابة بنتي؟ قولي لي واش حبيتي؟ كنتي عارفة الجواب؟ كنتي عارفته؟ قولي لنا الولايات. بجاية. بجاية لا تحد ولاية ميلا. بجاية لا تحد ولاية ميلا. يلا نسمعوا الجواب. لا لا جاوبت جاوبت العروسة هذه. دركا تعاود تأكد لنا الجواب. عاودي قولي لهم اسمك. هديل. هديل شحال جبتي معدل هديل؟ الاخر الاخر ما عطاوناش ما عطاولكمش. واللي قبل منه 17.06. 17.06 الله يبارك. اروحي منها بنتي قدامي. اروحي قدامي بنتي. اذا معليش بنتي كم من ولايه تحد ولايه ميلا؟ 6. 6 ولايات برافو برافو. قولي هم لنا. جيجل، باتنا، سكيكدا، قسنطينة، سطيف، وأم البواقي. برافو 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 برافو. إذن وهذه شكون تاني؟ أرواحي أرواحي أرواحي. تعالي بيعينا بيعينا شكونتيا بيعينا شكونتيا. ورا باباك ورا باباك يخدم هنا؟ يخدم هنا بابا؟ ها؟ قولي. هيا معلش.
يلا معلش قعدي معنا احبائي. اذن اعطيه الهديه تاعها الشاطره هذه، اعطيه الهديه تاعها. اذن بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد، راعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها. العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي. يلا اذا نروح هنا احبائي ولايه ميلا. سؤال اخر يلا باش ما تزعفوش، سؤال اخر. ولايه ميلا فيها دوائر اداريه وفيها بلديات، يا اخي كم من دائره اداريه؟ ما نقولكمش ما هي ولكن اذكر منها كم من دائره اداريه. اعطوها الميكرو.
واسمك بنتي؟ حنين. حنان؟ حنين. حنين، الله يبارك بنتي. شحال في عمرك بنتي؟ في عمري 14 سنة. 14 سنة، تقراي مليح؟ نعم. الله يبارك. يبارك فيك. إذا بنتي. نعم. كم توجد من دائرة إدارية؟ توجد 13 دائرة. 13 دائرة إدارية، برافو. قولي لنا منهم ثلاثة؟ أنا ما نعرفهمش كامل. قولي لنا ثلاثة اللي كبار، يلا اللي كبار شوية. اللي كبار شوية. شلغوم العيد. شلغوم العيد. فرجيوة. فرجيوة. تجنانت. تجنانت، يلا تعالي تعالي. أروحي. أروحي بنتي، طلعوها من هيك. إذا توجد 13 دائرة إدارية في ولاية ميلا. عمو يزيد لكم أغنية، هذه الأغنية تتغنى بالبلدة. حنا الجزائريين هكذا، لا غالب نحبوا نضحكوا. حبوا أبالكم باللي الضحك يطول في العمر، على بالكم؟ الإنسان لازم يتبسم، لازم يضحك، يا أخي باطل. إذا الإنسان لازم يتبسم، وعلى بالكم بالمرات الإنسان يكون في خطر، يبتسم ويلقي السلام تنجيه من الخطر، يا أحبائي. يا أخي إذن بنتي، شحال كاين من دائرة إدارية في ولاية ميلا؟ 13 دائرة. 13 دائرة، إذن قولي لنا منهم ثلاثة الكبار. تجنانت، شلغوم العيد، وفرجيوة. تجنانت، شلغوم العيد، وفرجيوة، يلا هذوما الكبار. أعطيه الهدية تاعها. أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي، شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها على شطاتك. العفو بنتي، العفو، تفضلي تفضلي منها، معلش تفضلي بنتي، برافو. بلدتي أحن لك، بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، لازم نعلموا أولادنا الانتماء، نعلموا أولادنا يحبوا بلادهم. ولكن حب الإنسان اللي يحب بلاده يبدأ يحب البلدة تاعو، من بعد يحب الوطن. واش من بنتي؟ أروحي معايا، هيا تغني معايا بالصحة، أروحي. أيوة. إذا بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، بلدتي يا بلدتي، يلا بلدتي يا بلدتي، كمل معايا بالصحة، يلا. بلدتي أحن لك، أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك، أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك، أشتاق لك، إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك، أشتاق لك، إن بعدت أعود لك.
بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، ووديان عتسيل مأبهاها غابتي، وهضاب وجبال وشعب وتلال، وهضاب وجبال وشعب وتلال، وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. برافو 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 برافو. حب البلدة يبدأ ومن بعد ينمى، ومن بعد ينمو حب الوطن. أحبائي أحبائي، على بالكم هذه الحفلات كاين حصة مع عمو يزيد، وقتاش تمر على التلفزيون حصة عمو يزيد؟ يوم الثلاثاء على الخامسة مساء، حصة مع عمو يزيد على الشروق تي في، وتعاد يوم السبت على 10:30 تاع الصباح. يا أخي على بالكم. وهذه الحفلات وقتاش غيتفوت في التلفزيون عمو يزيد شو؟ الحفلات الجمعة. برافو، غيتفوت الجمعة على 10:30 تاع الصباح. إذن هذا الحفل سوف يمر بعد أسبوعين على الأكثر إن شاء الله. واش داكور، بعد أسبوعين على الأكثر راح يمر إن شاء الله. على بالكم كاين كاين حساب عمو يزيد على اليوتيوب، عمو يزيد فقط على اليوتيوب، تسيبوا فيه كل فيديوهات كلها، ولا الصفحة الرسمية عمو يزيد الصفحة الرسمية على الفيسبوك، تسيبوا فيها كل اللايفات، كل مباشر المباشر، كل الصور تاع الحفلات وحتى الفيديوهات. وكاين تطبيق عمو يزيد، شكون اللي عنده تطبيق عمو يزيد في البلاي ستور؟ اذا تروحوا البلاي ستور تسيبوا تطبيق عمو يزيد، تحملوه فقط، ومن بعد تسيبوا فيه كل الحفلات، كل الحصص، كل لقاءات صحفية، وكل المواعيد. تطبيق عمو يزيد في البلاي ستور. يا اخي احبائي، كاين واحد الاغنيه جميله، الاسره. عبالكم الاسره هي نواه المجتمع، كاين الفرد الانسان لازم يكون العمل تاعه صالح باش يصلح الاسره، ومن بعد الاسره كذلك لما تكون الاسره فيها اخلاق وتكون ملتحمه وتكون فيها ناس يكونوا متفاهمين وكامل، يديروا مجتمع جميل. هذه الأغنية نقول فيها أسرتي لما نلتم، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم، أسرتي لما نلتم، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. يلا تغنوا كمل معايا أسرتي لما نلتم. يلا. أسرتي لما نلتم، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي، ساكن روحي وعيني. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي، ساكن روحي وعيني. أسرتي لما نلتم، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم، فيها أغلى أم بابا يا أغلى الآباء، حياتي تحليها لما ترجع في المساء، هي الدنيا وما فيها. بابا يا أغلى الآباء، حياتي تحليها لما ترجع في المساء، هي الدنيا وما فيها. أسرتي لما نلتم، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. إخواتي يا هنايا، معاهم أحلى لما يكونوا معايا، ما تغيب الفرحة يوما.
إخواتي يا هدايا معاهم أحلى لما لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. برافو. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم. أحبائي وش رأيكم؟ تحبوا الألوان؟ صحيح لا تغنوا معايا هذه الأغنية، أنا نحبها بزاف. قول فيها عندي علبة ألوان أحفظها أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. غني معايا، غنوا معايا، يلا غنوا معايا تاتا فيفي وميليسا. يلا عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان. أحبائي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار. أحبائي حسن الجوار من شمات المسلم، من شمات الجزائري. احنا كي تربينا جدودنا وكامل كانوا عندهم حسن الجوار. الجار يحترم يا أحبائي، مهم جدا. ما تقدرش تنوض الصباح تخرج من الدار تمر على جارك ما تقولوش صباح الخير، مستحيل. احنا بكري كنا صغار لو كان نمروا على جارنا ولا على جماعة ما نقول لهمش السلام عليكم، العشية يقولوها البابا ولا للأب ولا للجد ما يتفهمش معك، يقول لك لا يا ولدي لازم إلقاء السلام. إذن أحبائي حسن الجوار، حسن الجوار إلقاء السلام، كذلك ما ديرش الحس جارك يكون نائم يا أخي، احترام الجار. الأغنية نقول فيها جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. تغنوها معايا. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا معايا كامل. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار كيف غبت عن الأنظار حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا أحلى الجيران ربي أوصى والعدنان أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. قل لي يا جاري مختار قل لي كيف أهل الدار جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار يا
من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. برافو. واجب أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان؟ أحبائي، من غير المعقول أن الإنسان يبات شبعان وجاره جوعان. حسن الجوار من شمات الجزائري ومن شمات المسلم. أحبائي يا أخي، كاين أغنية نحبها بزاف بس هتغنوها معايا، نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. سهلة هذه، سهلة سهلة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. تغنوا معايا: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. كي حفظها؟ حفظيها دركا وغنيها معايا. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يا أخي أحبائي، أحبائي يلا بنت، المساعدة مش شرط أنها تكون مادية، مش غير بالمال. المساعدة ممكن أنها تكون معنوية، أكل، لباس، ابتسامة، أي شيء. تغنوا معايا: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا معايا كامل: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو 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 أحبائي. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يا زين.
جئناكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو ياسين. نشكر عمو يزيد لأنه فرحنا وحنا كنا مش فرحانين ولينا فرحانين. نشكر عمو يزيد اللي فرحنا بهذا الحفل في ولاية ميلا. نشكر عمو يزيد على الحفل يوم في ولاية ميلا. نشكر عمو يزيد على فرح لنا الأولاد نحاليهم الغمة. ولاية ميلا ما فيهاش هذو الامور بزاف. فرحنا الوليدات تاعنا، ربي يسر الوليدات ولولادنا كامل، وفرحنا وليداتنا نجحوا في النجاح هذا كامل ويعطي الصحه. نشكر عمو يزيد كي جانا لولاية ميلا. نشكر عمي يزيد كما فرحنا ونحلنا من الغمه. احلى يا عمو يزيد. نشكر عمو يزيد اللي جا شرف ولاية ميلا ومرحبا به في كل وقت. ونشكره كيف فرحنا وفرح الوليدات. شكرا يا يزيد.